الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وبعد، بدبرا ودرس لكم يا شما كلا أصول ثلاثة مناجين شلان دا جفر توايا كري أي سندي ورفانين على أنجر فانسا سندين شلان دي مران جاسر. فإذا قيل لك رابعا المالمي الأصول الثلاثة، فإذا قيل لك سنجر قلتيا ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ أي شي أصول الثلاثة دونه كم نتنزو واجب سنة كلا كم نتنزو واجب سنة أي شي قلتيا. فقل قلني معرفة العبد ربه كنجي كمان ذا نجن نتو ودينه أدين ذا نتو ونبيه نبين ذا نتو محمد صلى الله عليه وسلم نتار شما وصول الثلاثة دو. فإذا قيل لك سنجر قلت يا من ربك اندوك ما أمو قلت يا فقل قل لني ربي الله كما يألا الذي شدن رباني وسررنما ورب جميع العالمين بنعمه نيمان زن على واسما سررنا ما أدي شما كما يو وهو معبودي شما ويأبتيه ليس لي وربادي معبود سواه أبتما أو قد أبتي على نقران قد يورا أبتني ما با نجي قل نيو. والدليل قوله تعالى دليل قولي كمان الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم أو ألن قرن سوء لكت ألو وأنا واحد من ذلك العالم ألو تو ألو تمد ألو دي سرو ألو دي سرن ذا فلن كار سرن ذا كار أكو داي مالم يون بدأ المصنف رحمه الله مالم يبديون على شا جمال زب ذكر الأصول الثلاثة أصول الثلاثة أنذرته لأن بديونه والمتمثلة في أسئلة القبر الثلاثة كرشي مثل تمالا قرايا ككور دا مثل تمالا بديونه وأثار انتباه القارئ كرتماي هنقل دا قرت أو السامع أو فانتماي هنقل دا قرت مالا بسؤال كروا وأجاب عليه كرو جاب كونو كورو دا كندي مر. وضح المصنف رحمه الله مالم بين جرشان جمال الأصل الأول أصل كن بريدا بين قنو وبين بين جشي مالمي أن الرب كما دو والمستحق للعبادة أن الرب كما دو والمستحق للعبادة أبتر سندنا ما أدو هو الله سبحانه وتعالى شما كما كنبو. وذكر الدليل دليل دا شرطه وهو شما قوله قول الله تعالى كولي كما الحمد لله رب العالمين. فالرب رب هو المعبود شما هو أبتيه شما هو أبتيه. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه الآية آية الحمد لله رب العالمين هذه جمعت شيء سبسنا أنواع التوحيد الثلاثة كنقرت آية كتوحيد ما هذا شيء سبسي كنبريد الحمد لله فيه شلن إثبات توحيد الأسماء والصفات شلن توت صفات إنه توحيد سواك من ديا سواك من ديا توت بيجي لله رندا فيه شلن إثبات توحيد الألوهية توحيد نم ألوهية توت بيجي رب العالمين عند رب دو فيه شن بيجي إثبات توت توحيد الربوبية توحيد الربوبية لا شلن توت بيجي أي كل ما سوى الله مخلوق أو ألن قرون نصو على الكتب وكل ما سوى الله عالم وأنا ذلك من وأنا واحد من ذلك العالم أي كل ما سوى الله مخلوق أو ألن قرون نصو على الكتب وإذا كنت مخلوقا لابد أن أقوم بشكر الخالق المنعم سأود على الكتب نوكوا نوغنا ما دائك لأن واجب سنة كما دون نعمتما يفضلتما سبحانه وتعالى دراس كرا يكنجرك لأن واجب سنة. فإذا قيل لك سنجر قلت يا بما عرفت ربك أبين كما منهم قلت يا فقل قل بآياته آيانزا ومخلوقاتهم ألوانزا شانوكو ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر آيانزا ألا نغنان كرا ألا مادو ألا نغنان كرا الليل بنيا والنهار كوسا والشمس كنقلا والقمر كنبلا ومن مخلوقاته ألوانزا السماوات السبع سميات والأرضون السبع شديات الرومان فيهن أو كثير دانا وما بينهما أو سرر دانا ومن فيهن أو سرر دانا وما بينهما أو كثير دانا ألا شيء ألا نوكو. ده شرع المؤلف مالم
قرأ في ذكر مجموعة من الآيات الكونية والمخلوقات التي تدل على وجود الله. آيات كونية يا على وارد دليلين كمان دي نبين زرفن دو كمان دي رون دليلين ما لان بديونه، والتي شدن تثبت توثين أنه لا رب ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله. أبتما كما با على كما با أبت أو أبتن جرن أبتن ما با إلا كما وساق عليها الأدلة دليل هذا يكسو ليون شيء من القرآن لرنن كما هي مذكورة فوتو تيرتنا إليه في المتن دن. وكل مخلوق هو آية على وجود الله سبحانه وتعالى أو على كتو سوش الدليل دن على دي على دن بيرون في الذين على دي. ولكن غير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شيخ غايرجي رحمه الله بين الآية والمخلوق كت آية مخلوق دار غيرهم أبينا نقرأ كل مية لأن الآية شيء آية تتغير فلتن مثل الليل والنهار على ما بنياك وصاي والذي يتغير يكون فيه قوة دليل على الذي لا يتغير شنو إنه فلتن ما عاد دليل دون دليل بدي شنو فلتن بعد كوزنار والدليل قوله تعالى كوري كمان دين وقوله تعالى كرو كوري كمان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ما لم يكرو في سرتنا والرب رب هو المعبود شما وأبتيه والدليل قوله تعالى كوري كمان دين يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أمس نديك كمان دو أبنو الذي شر إنه خلقكم نديا لك سنما والذين من قبلكم أمن برندا لك سنما دو أبنو لعلكم تتقون تعشر دكتور نعم الذي شر كما رجع على سرنا لكم نجر الأرض كذا فراجا فرة رسرنا والسماء بناء سميدا قرة رسرنا وأنزل كرسانا من السماء سميدا ما أنجي فأخرج به سوجار انتشاء من الثمرات تراك تشيلا تشتلو من الثمرات تراك سكاي رزقا لكم ننجر الرزور والجن فلا تجعلوا ودو ديوي دي لله على رو أندادا شميا ودنن دي على رو شميا ماوي وأنتم تعلمون أن دينا نرى لننا أريد يقول لنا معلمي هذه الآية في سورة البقرة آية على سورة البقرة لن كرة آية كما ولا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون هذه سورة البقرة لن كرة معلمي ولو قال بعض العلماء لا ما لما لا يدا إن هذه الآية فيها أول نداء في القرآن شما بوت برسلك لورن بوت برسلك شما يا أيها الناس وفيها شلن أول فعل أمر في القرآن فعل أمر برسلك لورن شلن بديته نجي يقول زنا ما لما لا يدا أي اعبدوا يقول زنا أي وحدوا ألا تلونه وفيها شلان كرو أول نحي دبتي برسلك في القرآن الوراني فلا تجعلوا لله أندادا ودي على رجميا ماوي رجميا ديوي وأنتم تعلمون أن دينا نوالا أي نهي عن الشرك شرك ردبت داسرون يعني المنفرد بتوحيد الربوبية أو تلو تونا توحيد الربوبية تلو ما هذا يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية توحيد الألوهية دين شتلو تولو واجب سنة قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير يقول جن على شان جملز الخالق لهذه الأشياء أو أدى على ابتما أرد هو المستحق للعبادة شما أبت رصنده ولا ابن كثير أقب المؤلف على قول ابن كثير ما لم يدين قاود جاء قول ابن كثير بذكر عدد من العبادات القلبية زرته كندو على كندو نكرر الواتا والبدنية كندوتي الواتا مع الدليل دليل ربطنر من الكتاب كتاولا لكل عمل على النحو التالي كندو صوف تشن عليه لا مالم يشير اي سرت اليونو وانواع العبادة التي امر الله بها جليا كنغرتو عبادة يشير انه كمان دي قلتنا معاري مثل الإسلام إسلامي والإيمان إيماني والإحسان إحساني ومنه الدعاء مداشا كرا والخوف ريتا والرجاء تما والتوكل توكلت على والرغبة رحمة على إيمان قرتا والرهبة ياتا والخشوع دكتا والخشية على دكتا والإنابة دون على رحتا والاستعانة بنزمتا
والاستعاذة كانغرنو مات إذا بنا مات والاستعاذة كانغرنو كمان ينزلوا زمتا والاستغاثة بنا مات والذبح دوا والنذر نذر وغير ذلك أرنغرو من أنواع العبادة جريا عبادة التي شدو أمر الله بها كلها لله على قلدنا تم شرط تدرو قلدنا ما والدليل قوله تعالى دليل قولك ما حقتها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا غيره سجد رمد لله ألر كريا سجد ألر فلا تدعوا ولي أبنو ولي بو مع الله رب قال ربتن أحدا دما غير قلتنا دايو في الحديث لا فمن صرف منها دي كم سورزيا شيئا أبي أي أو قلتنا لا سورز بغير الله ألن قرن سديا فهو مشرك كافر شجر كتما يكرديه والدليل قوله تعالى كوري كمان دين ومن يدعو مع الله إلها آخر ندن نرق على ربتن على قد أبجا لا برهان له به دليل با لن أبجا فإنما حسابه عند ربه حساب زرنا كمان دين دياو ندي كم على ربتن سنم أبجا على ربك ترى شركة كمان جر معنا شركة سر على كمان أو قد يأكل زابجا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون شلمر ثم لا من كافر ده كري شنو ذات جرا وفي الحديث لان اسنا الدعاء مخ العباده شد مداد شي ما كنت لا عباده يدو وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين كمان بينه وكمان ديونه غودو سنو وان دي ازامي ام دنو غودو ترو ركرا غدنا ما دي جنن كونو جنن مي رغاسين سندي اوس كاتا داجي الدعاء شمو داد ينقسم دا جنا لان داني ان كاول لجا دا يكون غورتو دون الدعاء لكثره ترى شلان شين الله كوكلو غوتنا دا مقاد سر تفت دا لان سما سر وصا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.